السلام عليكم، اهلا وسهلا شباب. اخذنا المره اللي فاتت اول محاضره في كورس المصطلحات الطبيه، واتكلمنا فيها عن جهاز القلب والاوعيه الدمويه الكارديو فاسكولار سيستم. طبعا اخذنا كل حاجه تخص القلب من تشريح لفهم مصطلحات القلب، وكمان اخذنا اليه عمل جهاز القلب. النهارده ان شاء الله هنكمل بقيه الجهاز، وهناخد الاوعيه الدمويه وهناخد الدم نفسه، وكمان هديك كده مقدمة بسيطة عن ازاي تقرأ تحليل الدم اللي هو تحليل صورة الدم اللي هو اسمه CBC. بس طبعا اول حاجة لازم تكون شفت الفيديو الاول، لان الفيديو ده عبارة عن تكملة للفيديو الاول. عشان كده هسيب لينك الفيديو الاول تحت في وصف الفيديو، وهسيب لينك قناة التليجرام عشان نتابع للي حابب يكمل معانا الكورس. طبعا اول حاجة هنشرح او هنحل الاسئله اللي كانت في واجب الفيديو اللي فات. اول سؤال كان بيقول normal heart rate is، يعني المعدل الطبيعي لنبض القلب ايه. طبعا الاجابه من 60 ل 100 نبضه في الدقيقه. القلب بينبض من 60 ل 100 نبضه في الدقيقه، وقلنا لو كان اكتر من كده هيبقى عندك مصطلح اسمه تاكي كارديا، بينبض مثلا 150 نبضه، ولو كان اقل من كده هيبقى عندك مصطلح اسمه برادي كارديا، مثلا لو بينبض 40 نبضة في الدقيقة وهكذا. تاني سؤال كان بيقول the term for doctor who specialized in heart، يعني المصطلح اللي بتستخدمه في وصف الدكتور اللي هو متخصص في القلب يعني. طبعا الإجابة cardiologist. أخدنا المرة اللي فاتت ان cardiologist مصطلح بمعنى متخصص او طبيب متخصص في علم القلب والامراض القلبيه. ثالث سؤال بيقول name of vessels that carries blood from body into the heart، يعني اسم الاوعيه الدمويه اللي بتحمل الدم من الجسم وتدخله جوه القلب مباشره يعني. طبعا الاجابه superior and inferior vena cava. قلنا هما دول أكبر وريدين في جسمك اللي بياخدوا الدم من كل جسمك من فوق وتحت ويدخلوهم في القلب. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول the term for the sac that surrounds the heart، يعني ايه اسم الغشاء اللي هو بيحوط القلب من بره. طبعا الإجابة pericardium. قلنا بري بمعنى بادئة، بمعنى يحوط الشيء او يحيط بالشيء، وكارديام بمعنى قلبي، بريكارديام بمعنى يحيط بالقلب اللي هو الغشاء اللي اسمه التامور. تمام. اخر سؤال كان بيقول برادي مين. طبعا الاجابه سلو. طبعا اخذنا ان برادي دي بريفكس بمعنى بطيء، مثلا لو قلت برادي كارديا يعني قلب بينبض ببطء، عكسها ايه؟ عكسها تاكي بمعنى فاست. شرحنا المرة اللي فاتت القلب، وقلنا إن أي حاجة خارجة منه، يعني أي حاجة بتاخد الدم من القلب وتوديه للجسم كله هنسميها شريان، يعني صادر. عندك مثلا شريان الأورطة، هو أشهر وأكبر شريان في جسمك، هو اللي بياخد الدم من الليفت فنتركل ويوزعه على الجسم كله فوق وتحت. وقلنا برضو إن أي حاجة بتاخد الدم من الجسم وترجعه للقلب تاني هنسميها وريد، يعني حاجة راجعة. عندك أشهر وريدين في جسمك هما superior and inferior vena cava. نفهم من كده إن الأوعية الدموية عبارة عن 3 حاجات. أول حاجة الشرايين، تاني حاجة هي الأوردة، تالت حاجة هي حاجة صغيرة كده بتكون ما بين الشرايين والأوردة هنسميها الشعيرات الدموية. تمام. الأوعية الدموية المصطلح منها أو الجذر منها vasculum أو vasculo. فلو قلت لك كولي مصطلح طبي بمعنى ان الاوعيه الدمويه دي حصل لها التهاب، هتقول لي فاسكيولايتس. قلنا ان ايتس لاحقه بمعنى التهاب. طيب ليها جذر تاني هي فازو، يبقى الاوعيه الدمويه لها جذرين فاسكيول او فازو. فمثلا هقول لك كولي مصطلح طبي معناها ان الاوعيه الدمويه اضيقت عن حجمها الطبيعي، هتقول لي فازو كونستريكشن. تفهم من كده ان كونستريكشن دي مصطلح بمعنى ان حاجه ضيقت عن حجمها الطبيعي، فلما اقول فازو كونستريكشن معناها ان الاوعيه الدمويه كلها ضيقت عن حجمها الطبيعي. طب ايه عكسها؟
عكسها دايليشن بمعنى اتساع. فمثلا عندك فازو دايليشن هو المعنى العكسي ليها على طول، هتقول لي معناها ان حاجه وسعت او زادت في حجمها عن الحجم الطبيعي بتاعها. ادي اهي رسمه مختصره بتوضح الاوعيه الدمويه. اول حاجه معانا وهي الشريان اللي هو بالاحمر ده، زي ما احنا شايفين خارج من القلب اهو رايح للجسم. شريان باللاتيني بمعنى ارتري، وممكن اشتق منه ارتريو لو حبيت احطها في جمله مركبه. فمثلا هقول لك كون لي مصطلح طبي بمعنى ان الشريان اتيق عن حجمه الطبيعي، هتقول لي ارتريو كونستريكشن زي ما احنا لسه قايلينها يعني. تمام. تاني حاجه معانا وهي الاورده او الفين، يبقى وريد بمعنى فين او فينو، الاتنين نفس المعنى يعني. هقول لك كون لي مصطلح طبي معناها ان الاورده وسعت عن حجمها الطبيعي، كون لوحدك بقى، هيبقى فينو دايليشن. يبقى فينو دايليشن معناها ان الوريد وسع عن حجمه الطبيعي. اخر حاجه معانا وهي الشعيرات الدمويه او اللي اسمها كابيلاريز. كابيلاريز دي هي الشعرات اللي بتكون موجودة ما بين الشريان والوريد. من مكانها كده تفهم ان وظيفتها ايه؟ هي التبادل، هي اللي بتبادل المواد الغذائية والأكسجين ما بين الجسم والدم. يعني مثلا بتدي الأكسجين للجسم فالجسم يرجع ثاني أكسيد الكربون، فهي بتدي أكسجين اللي كان جاي من الشريان للجسم والجسم بيرجع ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون ده هتدخله في الوريد، فهيخش في الوريد هيروح للقلب تاني عشان ثاني اكسيد الكربون يتحول لاكسجين، يعني الدم المحمل بثاني اكسيد الكربون يرجع تاني للقلب ويخش الرئه ويحمل اكسجين تاني. تفهم من كده ان الكابيلاريس هي المنطقه اللي بيحصل فيها تبادل، تبادل بمعنى اكستشينج. تمام. اما بقى ارتريول وفينيول دي تصغير يعني، اللي هي حاجه يعني مثلا الارتري هو الشريان بس كبير شويه، لو صغر في طريقه كده هنسميه ارتريول اند فينيول. ادي اهي رسمه مختصره بتوضح الدوره الدمويه. زي ما احنا شايفين اللي بالاحمر دي هي الاورطه، بتاخد الدم من القلب وتوديه للجسم كله فوق وتحت. اما اللي بالازرق دي هي الاورده، بتاخد الدم من الجسم وترجعه تاني للقلب. هتبقى فوق كده سوبيريور اند انفيريور فينا كافا. تمام. كده خلصنا الاوعيه الدمويه. هناخد بقى اخر حاجه وهي البلط. البلط ده هو الدم ده هو السائل اللي بيمشي جوه المواسير جوه الاوعيه الدمويه نفسها. السائل ده بيحمل اكسجين، بيحمل مواد غذائيه وبيوديها للجسم، وبياخد من الجسم الفضلات وثاني اكسيد الكربون بينظفها، مثلا بيوديها الكليه وبيرجعها تاني للقلب عشان تاخد اكسجين تحمل اكسجين، وهكذا بيوديها الليمف نود عشان لو في بكتيريا ولا حاجه. يبقى دي هي وظيفة الدم باختصار. الدم ده يا إما يكون على شكل بريفكس أو على شكل سافكس. لو جه على شكل بريفكس هيبقى هيمات أو هيماتو. فمثلا هقول لك كون لي مصطلح طبي معناه علم الدم، المفروض أخدناها المرة اللي فاتت، هتقول لي هيماتولوجي. يبقى هيماتولوجي ده مصطلح معناه علم الدم، قلنا لوجي دي سافكس بمعنى علم. طيب على شكل بريفكس ليه شكل تاني، يعني هو ليه شكلين لو كان بريفكس. اول حاجه هيمات، تاني حاجه ممكن يجي بشكل هيمو. عندك كلمه هيموجلوبين، هيموجلوبين ده هو البروتين اللي بيحمل الاكسجين. عندك كرات الدم الحمراء بيكون جواها بروتين عامل كده زي الناقله او الحامله، بتحط جواه الاكسجين وبتلف بيه، يعني هي العربيه وهو الناقله. يبقى الهيموجلوبين ده عبارة عن بروتين اللي بيحمل الأكسجين في الدم. تمام. أما لو جه على شكل سافكس هيبقى بالشكل إيميا. فمثلا هقول لك كون لي مصطلح طبي معناه إن في بكتيريا في الدم، هتقول لي سهل، هيبقى بكتيريميا. يبقى بكتيريميا معناه إن في بكتيريا موجودة في الدم نفسه. إيه المصنع اللي في جسمك المسؤول عن تكوين أو تصنيع مكونات الدم؟ طبعا الإجابة هي نخاع العظام البون مارو. تمام. أول مكون من مكونات الدم هنتكلم عنه وهي الريد بلاد سيلز، معناها كريات الدم الحمراء. طب إيه اللاتيني منها؟ عندك بعدها اسمها إريثرو، إريثرو دي معناها أحمر أو حاجة محمرة كده. وعندك سايت، سايت دي لاحقة بمعنى خلية. فلما أقول إريثرو سايت
هتقول لي الخلايا الحمراء، دي الترجمة الحرفية، لكن هي نفس المعنى للريد بلاد سيلز. قلنا إن وظيفة كرات الدم الحمراء باختصار إنها بتنقل الأكسجين للجسم. تخيل مثلا كرات الدم الحمراء دي عاملة زي كابينة السواق، والهيموجلوبين اللي هو البروتين ده عامل زي الحاملة أو الناقلة أو المقطورة اللي بتكون لازقة ورا كده، ورا كابينة السواق. تمام، يبقى إحنا هنحمل على الحاملة دي أكسجين هنحطه جواها، فالأر بي سي هتمشي كده وتلف للجسم كله خلية خلية، هتروح منزلة الحمولة للأكسجين تديها للخلية، تروح واخدة من الخلية ثاني أكسيد الكربون مرجعها تاني حطها على الهيموجلوبين، وتروح لف وراجع تاني للرئة مصنع الأكسجين تبدل ثاني أكسيد الكربون اللي معاها بأكسجين تاني. وهي دي الدورة الدموية، أتمنى تكونوا فهمتوها، أنا شرحتها كتير. يبقى الوظيفة باختصار إيه؟ ترانسبورت أكسجين تو بادي، للجسم، يعني هي بتودي الأكسجين للجسم. تمام. مثلا لو جبت عين الدم وفحصتها تحت الميكروسكوب، هتلاقي ان عدد كريات الدم الحمراء من 4 ل 6 مليون خليه لكل ملي متر مكعب. طبعا انت مش مطالب تحفظ الرقم ده، لكن الفكره من الرقم ده ايه؟ لانك مثلا لو بتقرا تحليل دم لشخص، لو انت مثلا شفت تحليل كده لشخص معين، هتلاقي كاتب لك المعدل الطبيعي كده على الجنب. طبعا المعدل ده بيختلف من شخص لشخص او من سن لسن وهكذا يعني. المهم انك لو لقيت الرقم ده، لو لقيته يعني قليل جدا، يعني مثلا انت بتشوف تحليل دم لشخص لقيت ان الكرات الدم الحمراء عنده 2 مليون، 2 مليون دي قليل جدا، يبقى الشخص ده عنده ايه؟ عنده انيميا. انيميا، ان يعني نفي، ايميا يعني دم، يعني لا دم، ما عندوش دم. هي نفس الفكره، عنده فقر دم، وده اشهر مرض عند الشعب المصري كله تقريبا يعني. يبقى اول مرض عندك اسمه انيميا لو لقيت كريات الدم الحمراء قليله عن حجمها الطبيعي او عن عددها الطبيعي. طب ايه عكسها؟ لو لقيت كرات دم الحمراء اكتر من حجمها الطبيعي، بتشوف كده التحليل لقيت كرات دم الحمراء في التحليل 10 مليون، احنا قلنا اخر حاجه 6 مليون، لكن هو مثلا 10 مليون مثلا او 7 مليون، يبقى الشخص ده عنده ايه؟ عنده مرض اسمه بولي سايسيميا. بولي يعني متعدد، سايسيميا يعني عنده كرات دم الحمراء متعدده اكتر من حجمها الطبيعي. مثلا لما تقول لشخص ايه انت دمك تقيل، هي نفس الفكرة، دمه بيبقى لزج كده، هو ده مرض اسمه ايه؟ اسمه بولي سايسيميا. وقلنا ان الهيموجلوبين ده هو البروتين اللي بيحمل الاكسجين، في الطبيعي او في المتوسط بيكون 13 جرام. طبعا الرقم ده برضو بيختلف من شخص لشخص، من طفل لكبير او من ولد لبنت، لكن هناخد المتوسط بقى في الاغلب بيكون 13 جرام. فلو انت بتشوف مثلا تحليل دم لشخص لقيته 9، الهيموجلوبين عنده 9 او 11، يبقى الشخص ده عنده ايه؟ عنده انيميا. طبعا الموضوع فيه تفصيل اكبر من كده بكتير، بس انا بس قلت لك يعني المختصر، يعني حاجه كده على الماشي. عندك مثلا تحليل، هاي تجي تتدرب كده على شويه تحاليل نشوفها. اول تحليل معانا ده تحليل دم لشخص، ركز مثلا على الار بي سيس هتلاقيها 3.4، وعلى الطبيعي كده على الجنب المفروض من 4.2 ل 5.4، تفهم ان الشخص ده عنده ايه؟ الشخص ده واضح جدا ان عنده انيميا. تمام. طيب تاني تحليل معانا، ركز على الار بي سيس هتلاقيها كام؟ 5.7، وروح بص على النورمال قال لك من 4.2 ل 5.4، يعني الار بي سيس هنا في التحليل ده اكتر من حجمها الطبيعي المفروض تكون في الشخص ده، يبقى الشخص ده عنده ايه؟ عنده بولي سايسيميا. تمام. تاني مكون معانا من مكونات الدم، وهي الوايت بلاد سيلز او كريات الدم البيضاء. مثلا لو قلت لي هات المصطلح اللاتيني منها، هقول لك في حاجه اسمها لوكو. لوكو دي بادئه بمعنى ابيض، فلما تقول لي لوكوسايت هتقول لي معناها الخليه البيضاء، لكن هي نفس المعنى للوايت بلاد سيلز. طبعا كلنا عارفين ان كريات الدم البيضاء دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن جهازك المناعي، هي الجيش الدفاعي اللي بيحمي جسمك من اي كائن ممرض يحاول يخشه، زي بكتيريا او فيروس او اي حاجه. عددها في الطبيعي يتراوح من 4 ل 12 الف خليه لكل مليمتر مكعب. طبعا لو العدد ده قل، يعني مثلا انت بتشوف تحليل دم لشخص لقيت العدد ده قليل، بدل 4000 لقيتها مثلا 2000 3 وهكذا، هتستخدم لاحقه اسمها بنيه. بنيه دي لاحقه بمعنى قليل، هتقول للشخص ده عنده ايه؟ عنده لوكوبينيا، معناها ان عدد كريات الدم البيضاء اقل من عددها الطبيعي. عكسها ايه؟ عكسها اوسس. اوسس دي بمعنى حاله، لاحقه بمعنى حاله. فلو انت بتشوف التحليل
والايد عنده كريات دم البيضاء عاليه جدا 16000 او 20000 وهكذا، هتقول الشخص ده عنده لوكوسايتوزس. لوكوسايتوزس دي معناها الحاله اللي بيكون فيها كريات الدم البيضاء اعلى من عددها الطبيعي. طيب ايه المرض او ايه السبب اللي بيكون عند الشخص بيخلي كريات الدم البيضاء عاليه وانت بتشوف كده في التحليل؟ هتقول لي في احتمالين. اول احتمال انك تلاقيها عاليه حاجه بسيطه، مثلا بدل 12000 لقيتها 16000 20000، بسيط. هتقول لي الشخص ده عنده مجرد انفكشن، عنده عدوى، عنده مثلا بكتيريا، عنده فيروس، اي حاجه. لكن لو انت بتشوف التحليل لقيت كريات الدم البيضاء عنده حوالي مليون او نص مليون او 300000، يعني عاليه جدا، هتقول الشخص ده عنده سرطان الدم في الغالب، عشان بس ما حدش يروح يشخص ويخد حد، لان في كذا حاجه تانية بتحدد، لكن انا بس بقول لك المختصر. هتقول الشخص ده عنده سرطان الدم. سرطان الدم ده اسمه ايه؟ اسمه لوكيميا. تمام. طبعا انتوا خدتوا من ثانوي ان كرات الدم البيضاء ليها كذا نوع، حوالي 6 انواع تقريبا، لانها متخصصه، يعني نفس فكره الجيش. مش الجيش مثلا فيه الجويه والبحريه والقناصه والجو ده، هي نفس الفكره. كريات الدم البيضاء في كذا نوع، كل نوع متخصص في حاجة، هو بيبقى كده كويس في حاجة معينة. أول نوع معانا هو النيوتروفيلز. النيوتروفيلز أو الخلايا المتعادلة زي ما احنا عارفين، النوع ده مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن العدوى البكتيرية. فلو أنت مثلا فتحت كده تحليل شخص لقيت عند كل الخلايا سليمة، العدد بتاعها طبيعي ما عدا النيوتروفيلز دي عددها عالي، هتقول الشخص ده عنده ايه؟ ببساطة عنده بكتيريال انفكشن، مش هي مسؤولة عن البكتيريا. فلما تعلى هيبقى الشخص ده مريض بعدوى بكتيرية. تمام؟ دي أول حاجة. تاني خلية معانا وهي اسمها ايه؟ اسمها صعب شوية، ركز معانا. ايوسينوفيل أو الخلايا الحمضية. الايوسينوفيل أو الخلايا الحمضية دي مسؤولة عن ايه؟ مسؤولة عن الطفيليات أو الديدان اللي اسمها اسمها بارازايت يعني، اللي هي الطفيليات. فلو انت مثلا فتحت تحليل لشخص في الغالب بيكون طفل، لقيت عنده كل حاجه زي الفل ما عدا ان الايوسينوفيل دي عاليه، هتقول للشخص ده عنده ديدان او الطفل ده عنده ديدان. تالت نوع معانا من انواع كرات الدم البيضاء وهي الليمفوسايتس. طبعا احنا اخدنا انها مسؤوله عن تكوين الاجسام المضاده، تكوين خلايا الذاكره، لكن هي برضو مسؤوله بشكل اساسي عن مهاجمه الفيروسات اللي بتخش الجسم. بمعنى انك لو لقيت عددها عالي، طبعا لما عددها يعلى المصطلح هيبقى اسمه ليمفوسايتوزس. انت مثلا شفت تحليل لشخص لقيت كل خليه عددها طبيعي ما عدا الليمفوسايتس دي عددها عالي، تقول ان الشخص ده في الغالب عنده فيرال انفكشن. احنا كده اخدنا الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز. اخر مكون معانا من مكونات الدم وهي البليتلت، اللي هي الصفائح الدمويه. الصفائح الدموية باللاتيني معناها ثرومبوسايت، يبقى ثرومبوسايت هو نفس معنى الصفائح الدموية. ايه وظيفة الصفائح الدموية؟ مسؤولة عن الكلوتينج اوف ذا بلاد. يعني ايه؟ يعني مسؤولة عن تجلط الدم، تعمل تجلط في الدم. وده بيحصل امتى؟ بيحصل مثلا لو انت اتعورت، مش لو انت اتعورت كده، بيحصل تخثر لمكان التعويرة، وبيحصل مثلا قشرة كده بتتكون والجو ده، عشان توقف النزيف او الدم اللي بينزل من التعويرة دي. الكلام ده معناه ان لو شخص عنده البليتلت قليله عن عددها الطبيعي، قليله جدا يعني، الشخص ده هيعاني من ايه؟ هيعاني من نزيف، نزيف بمعنى بليدنج. هناخد بقى شويه تحاليل نتدرب عليهم. زي ما احنا شايفين التحليل ده، انا شايف ان الخلايا كلها هتلاقيها في الغالب في رينج الطبيعي، لكن لو بصيت تحت كده على الايوسينوفيل هتلاقيها عاليه، مكتوب 11، وهي الطبيعي بتاعها تقريبا من 1 ل 6%. قلنا الايوسينوفيل دي مسؤوله عن ايه؟ عن الطفيليات، عن الديدان. فلما تعلى يبقى الشخص ده او الطفل ده عنده ايه؟ عنده ديدان. ثاني تحليل معانا زي ما احنا شايفين تقريبا كل الارقام طبيعيه، لكن لو بصيت على الوايت بلاد سيلز هتلاقي 20 في 10 اس 3، يعني 20000. احنا قلنا ان طبيعتها من كام؟ من 4 ل 12، يبقى 20 عليت. عليت قليل ولا عليت قوي؟ يعني عليت حاجه بسيطه ولا عليت قوي؟ عليت حاجه بسيطه. يبقى الشخص ده في الغالب عنده انفكشن، عنده مجرد عدوى. ركز بقى في التحليل اللي جاي ده، هتلاقي الخلايا
يعني بص، اول حاجه هتلفت انتباهك طبعا الوايت بلاد سيلز. بص 240 في 10 اس 3 يعني 240000، قلنا الطبيعي من 4 ل 12000 وهنا 240000، عليت قوي، عليت اوفر عن العدد الطبيعي، يبقى الشخص ده عنده سرطان الدم او ليوكيميا. اخر حاجه معانا وابسط حاجه، وهي اشهر اتنين بريفكسس هتقابلهم في دراستك. اول حاجه منهم كلمه هايبر. هايبر دي بريفكس بمعنى عالي او انكريز، يعني حاجه اعلى من الطبيعي بتاعها. عكسها كلمه هايبو. هايبو دي معناها منخفض او ديكريز، يعني حاجه اقل من الطبيعي بتاعها. فمثلا لو قلت لك قول لي مصطلح بمعنى ان الضغط عند الشخص ده عالي، عنده ضغط عالي، ضغط بمعنى تنشن او بريشر، هتقول لي الشخص ده عنده هايبر تنشن. طب لو قلت لك واطي، هتقول لي عنده هايبو تنشن، العكس على طول. طب لو قلت لك قول لي مصطلح بمعنى ان البروتين اللي موجود في الدم ده، في دم الشخص ده عالي، هتقول لي عنده هايبر بروتينيميا. هايبر بمعنى عالي، بروتين اللي هو البروتين، ايميا بمعنى اللي موجود في الدم، البروتين اللي موجود في الدم عالي. طب العكس لو واطي، هتقول لي عنده هايبو بروتينيميا. تمام. لو قلت لك مثلا كون لي مصطلح بمعنى ان السكر اللي موجود في دم الشخص ده عالي، هتقول لي عنده هايبر جلايسيميا. هايبر بمعنى عالي، جلايس بمعنى سكر، ايميا بمعنى الدم. طب عكسها لو السكر عند الشخص ده واطي، السكر عنده واطي في دمه، هتقول لي الشخص ده عنده ايه؟ عنده هايبوجلايسيميا. وهكذا. هناخد بقى شويه اسئله نتدرب عليها قبل طبعا ما ناخد الواجب، ويبقى خلصنا الفيديو الحمد لله. اول سؤال بيقول What is the term for vessel that carries blood away from the heart؟ يعني ايه اسم الوعاء الدموي اللي بيحمل الدم بعيدا عن القلب، بيحمل الدم كده ويوديه بعيد عن القلب، مش في اتجاه القلب يعني، لا بعيد عنه. طبعا هو الشريان او هو الارتري. تاني سؤال Which type of blood cell is responsible for the clotting of the blood؟ يعني ايه نوع البلاد سيل، خلية الدم، المسؤولة عن تكوين الجلطات؟ طبعا لسه قايلين هي البليتلت او الثرومبوسايت. اخر سؤال بيقول What is the term for increasing the blood pressure؟ يعني ايه المصطلح اللي بيستخدمه في حالة ان الشخص عنده زيادة في ضغط الدم؟ هتقول لي هايبر تنشن. طبعا لو السؤال ده كتبت ديكريزنج، هتقول لي طبعا هايبو تنشن، مش محتاجه ذكاء. احنا كده خلصنا، ودي اسئله الواجب هنحلها مع بعض في الجروب. اتمنى يكون الموضوع بسيط عليكم. والسلام عليكم.